نظام التأمين بلبنان، طالما عم نحكي بتغطية صحية عم نحكي عن نظام التأمين. مثل ما بتعرفوا في عدة صناديق ضامنة رسمية. الصندوق الأكبر هو الضمان الاجتماعي اللي بغطي 30% تقريبا من المواطنين. في تعاونية موظفين الدولة اللي بتغطي موظفين الدولة، وفي التأمين العسكري يعني الطبابات العسكرية، الجيش، الدرك، الأمن العام، الأمن الدولي. هودي التأمين الرسمي. هلأ بغطي هيدا التأمين الرسمي كله، بالإضافة للتأمين الخاص اللي بغطي نحو 12% من المواطنين، ونسبة منهم هي مشتركة مع الضمان، يعني بيكون شخص مضمون بنفس الوقت عنده تغطية إضافية من التأمين الخاص. بضل في تقريبا نص المواطنين ما عندهم تغطية، بمعنى انه هن منهم منتسبين الى صندوق وبيدفعوا اشتراك. هؤلاء المواطنين بحق لهم يستفيدوا من تغطية وزارة الصحة. فإذا منقول انه كل شخص غير مضمون بتضمنه الوزارة، معناتها عمليا عم نقول انه كل اللبنانيين مضمونين. هلأ التغطية يعني البنفيت باكج او سلسله الخدمات اللي بيستفيدوا منها المضمونين تختلف من جهه الى اخرى، وهلا بنحكي عنها. نحن بنعرف انه هيدي الصناديق هل العالم بتدفع الاشتراك لتفوت لها انتساب، بتغطي الاستشفاء وبتغطي المعاينات والفحوصات والعلاجات خارج المستشفى. وزاره الصحه، فإذن هيدي مش مهم التفاصيل. خلينا نحكي شوي عن التأمين الخاص، لأنه مهم تعرفوا كيف بيشتغل التأمين الخاص لحتى تعرفوا شو أهمية التأمين العام. شو بيفرق التأمين الخاص عن الضمان الاجتماعي؟ كيف الضمان الاجتماعي الشخص بيدفع لانتساب ليفوت لإله، وشو بيدفع، كيف بيدفع انتساب ليفوت بالتأمين الخاص؟ نحن بنعرف بالضمان الاجتماعي المواطن بيدفع نسبة من دخله، يعني مبدئيا اللي دخله أعلى بيدفع أكثر للضمان، وبنعرف انه رب العمل بيدفع نسبة كمان عن المضمون، والدولة بتدفع 25% من إجمالي المصاريف. فإذا في تضامن بين المواطن ورب العمل والدولة. فيما خص المواطن، مبدئيا اللي دخله أكتر يعني اللي عنده قدرة أكتر بيدفع أكتر. التأمين الخاص مش هيك بيسعر. كيف بيسعر التأمين الخاص؟ بيدفع حسب العمر، بمعنى آخر بيدفع حسب الريسك. يعني إذا شخص عنده سكري وضغط مثلا بيدفع أكثر من شخص ما عنده، وشخص اللي عمره كبير بيدفع أكثر من شخص الشاب. يعني اللي عنده ريسك أكثر حتى لو كان فقير بده يدفع أكثر من الريسك اللي عنده ريسك أقل. منشان هيك إذا من نترك الخيار للناس تختار بين إذا بدها تكون مضمونة أو لا، هاللي عنده ريسك قليل بيروح على التأمين الخاص لأنه بيطلع عليه مبلغ صغير، واللي عنده ريسك كبير بيجي على تأمين الدولة، التأمين الرسمي اللي هو الضمان. وهيدا شيء ما بيجوز، لأنه الضمان قائم على التضامن بين اللي الغني والفقير، بس كمان بين الإنسان الصحته جيدة والإنسان المريض. يعني المريض بس يمرض بالضمان بيروح بيتحكم بمصريات اللي منه مريض، مش كل العالم ما رح تمرض بنفس الوقت. وبالتالي لازم يكون في بول بالضمان اللي في ناس أغنياء وفقراء لحتى يقدر يطلع مصاريفه، مش بس الفقير يجي عليه، ولازم يكون في ناس شباب وكبار بالسن لحتى مش بس كبار السن وإلا بينكسر، ويكون في عنده مزيج من المخاطر. لحتى يصير فيها المزيج من المخاطر ويكون الضمان يقدر يستمر، معناتها لازم يكون الضمان إلزامي لحتى يجوا كل الناس، الغني والفقير والصحته جيدة والمريض والكبير والصغير. مشان هيك الضمان لازم يكون إلزامي. هيدا اللي بيميزه عن
التأمين الخاص. فإذا نحن بنعرف إنه صار في تجربة بالضمان اللي هو التأمين الاختياري، وهذه التجربة فشلت لأنه الناس اللي عم بيستعملوا أدوية أكثر ومريضين كفوا يدفعوا اشتراك، والناس اللي صحتهم منيحة ما أجوا، وبالتالي ما قدر الضمان يعمل توازن مالي. فمنشان هيك نتيجة هالتجارب هيدي ضل الضمان تغطيته محصورة، والضمان بس يصير الشخص عمره 64 يعني يتقاعد ببطل مضمون. هلا ما في شك انه الشخص المضمون شاب بيقدر يضمن اهله، يعني في ناس بالضمان عمرهم فوق ال 64، ولكن هو المضمون بس يصير عمره 64 ببطل مضمون، وبالتالي بتصير تضمنه وزارة الصحة. وبالتالي اذا شركه التامين بتنقي اللي صحته منيحه، هلا هي ما بتنقي صحته مش منيحه بتحط له سعر كتير عالي وبالتالي بيهرب، او اللي ما معه مصاري الفقير كمان ما بيقدر، وبس واحد يصير عمره 64 بيترك الضمان، فبيضل المجموعه اللي بتغطيهم الوزاره هن الناس الفقراء اللي ما معهم يدفعوا تامين، هن الناس الكبار بالسن لانه ضمان تخلى عنهم وقت صار عمرهم 64. فاذا المجموعة اللي بتغطيها الوزارة هي المجموعة الأكثر فقنا والأكبر سنا واللي هي معرضة لمخاطر أكثر، وبالتالي اللي هي نظريا أكثر كلفة. هلا الوزارة وقت اللي قررت إنه تغطي، أنا هيدا قرار قديم وصراحة ما بعرف أنا مين الشخص اللي اتخذ هذا القرار، بس هيدا شخص عبقري اللي قال انه كل واحد مش مضمون بتغطيه وزارة الصحة، يعني عمل مثل ضمان شامل، يعني عمل نوع من يونيفرسال هيلث كفرج. هلا بقولكم ليش لا، بس كنية النية انه يتغطوا الكل، انه اللي ما انه مضمون بتغطيه الوزارة، يعني هيدا قرار كتير مهم وهيدا مكسب كتير مهم لكل الناس. كل شخص ما عنده تأمين يعني ما انه منتسب الى اي صندوق بيله حق بتغطية الوزارة. نعم دكتور رمك. لا هي كانت الفكرة اول شيء انت سيد العارفين الموضوع كان يعني كل لبناني اللي مصاب بدف بوباء كان يتحكم على حساب الدولة بلاش على اساس هو ريسك للمجتمع، وتقاموا قضية انه لازم يكون فقير ولازم يكون هيدا صفر اوتوماتيك بيميل بطار باي ريموفينج انه هو يكون فقير، صفاتي اللبناني له حقيقة ويتحكم وزارة الصحة. شكرا دكتور رنفل. دكتور رنفل على كل حال استاذنا وهو مرجع كمان بهذا الموضوع. مزبوط انه باول فترة كان في شيء اسمه الفقير بيتحكم على حساب الوزارة، بس كان يتحكم بس بالمستشفى الحكومة. دكتور إيميل بيطار وزير الصحة قال إنه لغى شهادة فقر الحال، قال أي مواطن بيقدر يتعالج حساب الوزارة إذا ما كان مضمون، وبعدين اتطورت يعني تدريجيا اللي صار أي شخص غير مضمون مضمون بالمستشفى الحكومي وبالمستشفى الخاص، يعني بطل في شرط إنه يكون بالمستشفى الحكومي، وبالتالي ما في عبقري واحد، في عدة عباقرة أخذوا قرارات بيطار قول الله يرحمه بهالمناسبة يا دكتور وليد. نعم كان عبقري عنده رؤية كتير رائعة. نعم فإذا الشيء كمان المهم انه وزارة الصحة لما أخذ قرار انه تغطي المواطنين كان الهدف مش بس تأمين رعاية صحية، كان الهدف حمايتهم من الفقر، يعني لحتى الإنسان اللي معه شوية مصاري أو عنده قطعة أرض أو عنده بيت ما يضطر يبيع بيته لحتى يتعالج. وبالتالي من هون كان القرار إنه وزارة الصحة بتغطي التكاليف المرتفعة. تكاليف المرتفعة يعني الاستشفاء، مشان هيك وزارة الصحة ما بتغطي العلاجات الخارجية. يعني كانوا قبل يعتقدوا إنه المواطن إذا كان صار معه التهاب أو
طلع ضغطه بيروح على الصيدلية بيضل يقدر يدفع، بس إذا فات على المستشفى الفاتورة كتير كبيرة ما بيقدر يتحملها. هالشي تبين مع الوقت إنه مش مزبوط، خاصة بس زاد العمر المرتقب عند الولادة، يعني معدل الأعمار عالي بلبنان، صار نسبة المسنين مرتفعة، وبنفس الوقت صار في ازدياد بالأمراض المزمنة اللي هي السكري والسرطان والضغط وأمراض القلب والكلاوي وإلى آخره. فصار المريض حتى لو ما فات على المستشفى، إذا عنده سكري وضغط وبده يروح يشتري كل فترة الدواء من الصيدلية، بتشكل عبء كتير كبير مالي عليه، يعني مش ضروري المستشفى. بالإضافة لأنه الأدوية المكلفة، هلأ في أدوية بتعرفوا العلبة بيبقى حقها 2000 دولار و5000 دولار، كمان صحيح هي علبة، كمان بتشكل عبء مالي كتير كبير على المواطن. وبالتالي تطورت التغطية تبع وزارة الصحة، فالقرار اللي اتخذ هيدا قرار اتخذ مش من زمان، يعني من 20 سنة، انه صحيح الوزارة ما بتغطي العلاجات الخارجية وما عندها موازنة تغطي العلاجات الخارجية، بس بتقدم للمواطن بديل اللي هو مراكز الرعاية الصحية الأولية. هلأ بنحكي عنها، يعني بيكون في مراكز صحية منتشرة بكل لبنان، المواطن اللي ما عنده إمكانية يروح يجيب الدواء من الصيدلية ويروح عند الحكيم البريفي تبعه، بيروح على هالمراكز هلأ بنحكي عنها اللي كان اسمها مستوصف، بس هي بتتميز عن المستوصف هلأ منقول كيف. بالإضافة لأنه مثل ما بتعرفوا هلأ الأدوية الوزارة الأدوية المكلفة كمان بتجيبها، والشخص اللي ما عنده ضمان بيقدر يروح على الوزارة وياخد هيدا الدواء. اوكي بلاش بلاش شو كل الناس بلا واسطة بلا شيء كل الناس وبلا واسطة وبلا شيء. خلينا نحكي عن الواسطة. الوزارة، وزارة الصحة، صار في شغل كتير مهم لمكننتها لحتى أي شخص وين ما كان موجود يقدر يوصل لخدمة الوزارة. يعني قبل كان يجي، يعني أول ما جيت أنا على وزارة الصحة كان مفروض المريض اللي بده يتعالج حسب الوزارة يجي على بيروت على مبنى وزارة الصحة ويجيب ورقة من الضمان إنه مش مضمون، ويجيب ورقة من التعاونية إنه منه بالتعاونية، ويجي لحتى نتأكد إنه منه مضمون ومنه بالتعاونية لنعطيه موافقة لحتى يرجع يفوت على المستشفى. هيدي كلها انلغت، صار عنا بكل قضاء على الأقل مركز لتوزيع البطاقات، بطل بيجي على بيروت، صار في عنا داتابيس مع الضمان ومع التونية والجيش كل الجهات الضامنة، صار المواطن إذا كان بعكار بيوصل على مركز وزارة الصحة بس يحطوا اسمه والمعلومات عن تذكرته، بس تذكرته بيقدر الكمبيوتر بفوت على الداتابيس على كل الجهات الضامنة وبيتأكد انه منه مضمون، وبتطلع الموافقة اوتوماتيكيا بدون واسطة. هلأ في ناس بتعمل وسائط صح، وفي ناس بتجي وبتوقف على باب الوزير صح، او دي الناس بيكون بدهم شيء اكتر ما بيسمح لهم فيه القانون. يعني وزارة الصحة بتغطي بالمستشفى 85%، بيكون هني بدهم 100%، بس يكون بدهم 100% ما في الموظف يقول أنا راح أغطي 100% ولا أنا كمدير عام بغطي 100% أصلا مش من مال بي هيدا لحتى أقرر، يعني هيدا النظام 85%، فبدهم هني ياخدوا أكتر، بيطلعوا على باب الوزير، بيدقوا على باب الوزير وبيقولوا في واسطة، بس هيدي الواسطة ليأخذ أكتر، خلينا نقول مش من حقه، أكتر ما الأنظمة بتسمح له، يمكن هو حقه ياخد 100%، بس عم نحكي نحن كأنظمة 85%. حتى كمان بالنسبة للأدوية المكلفة، نحن عنا قانون بيقول إذا كان المواطن مضمون ما بيستفيد من الوزارة، يعني بيجي لعندي بيقول له ما تأخذني، القانون بيقول إنه أنت مضمون تروح على الضمان. هلأ الضمان بده يشتري الدواء ويرجع يقدم ورق للضمان لحتى الضمان يرجع له 90%، في بفضل يجي على الوزارة بس أنا بقول له ما فيني، ساعتها بيطلع بدق على باب الوزير وبيقوله في واسطة. فإذن لازم تعرفوا وزارة الصحة إذا منا نمشي على النظام ما في واسطة، إذا بدنا أكتر
من حقنا وأكثر من النظام ساعتها ما في غير الوزير بيستنسب. أوكي. في شيء أسئلة تفضلي. إذا واحد لبناني اللي متزوج سوري وصار له أكثر من 50 سنة عايش بلبنان وكان عم يشتغل بيدفع تاكس وضرايب وكل شيء بحق له بس هو سوري مش لبناني. لا هيدا لا وزارة الصحة بتغطي بس وزارة الصحة بتغطي بس اللبناني. هلا انت عم تقولي لي كحقوق انسان مثل ما الرجال متجوز سورية او اجنبية صارت لبنانية والمرأة كمان الست بس تجوز اجنبي لازم يصير يكون له حق هو ولاده. انا معك بس نحن القانون بيقول نحن كوزارة الصحة منغطي اللبنانيين غير المنتسبين الى الصناديق الضامنة. دونك ما بقدر. اوكي. بس بالواسطة اذا دق على الباب الوزير والوزير حب يعمل له هالخدمة صارت واسطة. هيدا مثل تاني عن الواسطة. فاذا بتريدوا يعني فينا نقول ما في واسطة وفي واسطة. فهمنا الفرق؟ اوكي. تفضل. اذا واحد بده يقدم يعني ورقة مشان الصحة يعني ما في عنده ولا تأمين لا ضمان ولا شيء. ايه. وين بيروح لحتى يقدم؟ أول شيء هيدي الورقة بده يفوت على المستشفى مثلا؟ لا لحتى يكون منتسب يعني لا ما في انتساب. ما في انتساب. تذكرتك بتكفيك. إذا أنت منك مضمونة تذكرتك بتكفيك. بدك تفوتي على المستشفى، المستشفى بيعبي لك الورقة ونحن بنعطيكي الموافقة مثل ما قلت. أوكي. دكتور بدي أسألك سؤال هيك شوي متشعب بخصوص المستشفيات الحكومية اللي هي منتشرة تقريبا على كل الأراضي اللبنانية. صحيح؟ طيب في بنحس نحن يعني المواطنين العاديين في سياسة مقصودة أو غير مقصودة لتهميش هيدي المستشفيات على حساب المستشفيات الخاصة، لأنه على طول ما في عنا ثقة بالمستشفى الحكومي للأسف، وعلى طول ما بي يعني ما بي في اعتناء كامل وصهر من الدولة أو من وزارة الصحة على المستشفيات الحكومية يلي هي بتخدم أكبر عدد ممكن من السكان الغير يعني عندهم تغطية صحية شاملة. أول شيء المواطن اللي منه مضمون بيستشفى حسب الوزارة أكان بالمستشفى الخاص أو بالمستشفى الحكومي. المستشفى الحكومي عنده الاستاتيو تبعه أنه هو مستشفى مستقل، هو مستقل عن الوزارة يعني تحت وصاية الوزارة، بس عنده مجلس إدارة وعنده موازنته المستقلة. فإذا المواطن بنقي المستشفى اللي بيناسبه كان حكومي ولا خاص. هلا المستشفيات الحكوميه فيها مستشفيات متطوره وفيها مستشفيات اقل تطورا مثل الخاص. بالخاص كمان في مستشفيات متطوره ومستشفيات اقل تطورا. بالنسبه لدعم الدوله المستشفيات الحكوميه جداد على الساحه، يعني كان اول شيء موازنه وزاره الصحه كلها تروح على المستشفيات الخاصه. المستشفيات الخاصه تتبع الى احزاب وطوائف، كلنا بنعرف هالشيء. المستشفى الحكومي يتبع إلى نظريا يتبع إلى الوطن، يعني هلا مع إنه في مستشفيات مجالس إدارة بيكون فيها تأثير حزبي أو طائفي معين، بس لما إجوا المستشفيات الحكومية ما قدروا ياخذوا حصتهم المضبوطة لأنه كانت كتير صعبة سياسيا حدا يشيل مصاري من الخاص ليعطي الحكومة، لانه الخاص مش خاص، الخاص يعني طائفي، الخاص يعني سياسي يعني هذا. وبالتالي صارت تنمى المستشفيات الحكوميه بصعوبه. بس وضع المستشفيات الحكوميه منيح ومع الوقت قدرنا نزيد لها موازنتها، يعني صار وضعها احسن بكثير. في مستشفيات حكوميه كثير ناجحه. فينا نسمي بدل مثل شو؟ فينا يعني مستشفى بيروت يلي مستشفى الحريري كتير منيح، المستشفى الكارانتينا كتير منيح، حوض المستشفيات القراب، مستشفى دار الباشي كتير منيح، مستشفى النبطية، مستشفى سبلين، في كتير ما بدنا نعد، تنورين كتير منيح. في كتير مستشفيات مفتوح من زمان تنورين وبيعمل عمليات كتير منيحة. فالمستشفيات معظم المستشفيات الحكومية كتير منيحة. أوقات بيكون عندهم دائقة مالية، المستشفى الحكومي ما فيه دائم مصاري مثل المستشفى الخاص، وبالتالي بيتأخر بدفع الرواتب أو شيء، بيصير في مشاكل بتسمعوا عنها
بس مبدئيا مستواها عم بتحسن يوم عن يوم. خليني كفي ونرجع عملكم في بس سؤال بعدين. شكرا على الوقت اللي اعطيتني. بعد ما خلصت بالنسبة للي كان درجة أولى إمتى كان عم يشتغل وعم يتطبب درجة أولى وفوت على مستشفى درجة أولى وصل لـ64 صار بلشت الأمراض معه صار بده يفوت إذا بده يفوت على ضمان التزامي بهدلي لأنه جربناها وعجقة كتير وتأخير بكل المعاملات بده يفوت على الأسرانس الأسرانس بلشوا يتمقطعوا فيه لأنه بـ64 شي طبيعي بلش واحد معه أمراضه وما بيقدر يفوت بجروب لأنه لجا ما عنده جروب صار لحاله وكل سنة عم بضيفوا عليه وعم بحطوا له أشياء معجوز ما في ينقل لغير شركة لأنه غير شركة كمان ما بتقبله بهالحالة في مجال إنه الدولة تلعب دور الأسرانسية تعمل مثل أسرانس تعطي بطاقات بأسعار مخفضة منه بتستفيد الدولة لوزارة الصحة وبتريح اللي بدهم يعني يتطببوا ويكونوا محترمين ما يوقفوا على ابواب لا وزاره الصحه ولا شكرا. انا ما بوافقك لقلك ليه لانه اللي معه مصاري واللي ما معه مصاري الغني والفقير وقف على باب وزاره الصحه ولا على باب مين لازم يكون محترم وكرامته محفوظه ولازم بالحكي يا عمي مدام هلا عم بقول لازم بالحكي وبالفعل نحن قلنا كوزاره خففنا كثير على المواطنين يعني بالرغم من امكانيات الاداره اللي هي كثير محدوده المواطن بيجي بكل كرامته بياخذ موافقه الوزاره وانا بعير الساعه وبنزل على مركز اعطاء البطاقات ماكسيموم بيقعد 20 دقيقه ما قدرنا ننزل اقل من 20 بس 20 ماشي الحال بعدين بيكون مواطن مش دافع بحياته اي اشتراك وبيجي وبده ياخذ دواء حقه $5,000 على حساب الوزاره مزبوط بده يتعذب يجي يقدم طلب لندرس له طلب ولحتى ما يصير في ابيوز لانه هاي ادويه غاليه بده يرجع مشوار تاني ياخذ الموافقه يروح على الكارانتينا ياخذ دواء مزبوط بده يجي مشوارين بياخذ الدواء لنقول على 6 شهور بده ينطر بالكارانتينا كمان نص ساعه وبده يجي يقدم بالوزاره بده كمان ينطر شيء ربع ساعه هيدي ما قدرنا نعمل احسن من هيك بس مبدئيا محفوظه كرامته ونحن بنجرب يعني اذا لقينا انه عم بيزيد الوقت الانتظار اكثر او انه موظف ما عم بيتصرف بطريقه لائقه عم نجرب ناخذ تدابير فاذا نحن بهمنا المواطن شو ما كانت إمكانياته يفوت حساب الوزارة وتكون كرامته محفوظة وياخد حقه ونحن ما منقبل بأنه المواطن اللي بيفوت درجة ضمان يعني فئة تانية هلأ بطل في فئة تالتي فئة تانية يعني بيكونوا مريضين بنفس الغرفة بس ما منقبل نحن يتعالج أقل ما أنه يكون بغرفة لوحده هلأ في طبعا اللي قادر عنده امكانيه يتحكم بغرفه لوحده بيكون عنده لكجري اكثر ومرتاح اكثر بس نحن بنعرف انه حتى الدول الغنيه في مستشفيات فيها بنفس الغرفه اكثر من مريضين حتى فنحن عم نجرب قد ما فينا ضمن الامكانيات بتعرفوا نحن بلد يعني مش كثير مبحبح المصريات عم نجرب انه بالامكانيات الموجوده قد ما فينا نعطي للمواطن يعني خدمات تفضل سؤالي في ست معطرة رح تكون جوارها لازم مبيار وما عندها حدا خلينا رح جاوبك بس خليني كفي بالبرزنتيشن تبعيتي بنرجع بالاخر رح يضل معنا وقت اكثر من الساعة ناخد اسئلة بس هيدي الست اذا ما عندها ضمان فيها تستفيد من الوزارة ما في مشكلة لا مش دليا حكيمة بيعرف بيعبوا لها ورقة بالمستشفى تاخد موافقة من الوزارة $7,000 في كود بالوزارة بما فيهم التغيير الورق وتغيير الركبة يعني هودي موجودين بالكود بيضل عليها 15% بيضل عليها تدفع 15% أوكي طيب خلينا رح نمشي سريع لحتى نعطيكم وقت أكثر للأسئلة
فإذا فهمنا شو وزارة الصحة بتغطي، هيدي أمثلة. هلأ ما تفوتوا ما تطلعوا بالأرقام حتى ما تضيعوا، بس لحتى نعطيكم. سوري ما بعرف شو صار هون. اوكي رح جرب امشي بسرعه فيهم. هيدي انواع الاشياء، يعني بالاضافه للمستشفيات في عنا نحن عقود مع مؤسسات بنسميها مؤسسات فئه ثانيه، يعني في دور عجزه بتمولهم الوزاره، في مستشفيات للامراض العقليه كمان بتغطيهم الوزاره، في مستشفيات الامراض الصدريه مثل مصحات بتغطيهم الوزاره، والوزاره بتغطي كمان مروحه كبيره لها علاقه بالاطفال، ان كان بالنسبه للسمع والنطق وبالنسبه للاوتيزم، وفي عده خدمات يعني باختصار بتغطيهم الوزاره. الوزارة كمان بتعطي مؤسسات أهلية، يعني أنتوا بتشوفوا أنه في مؤسسات خيرية بتعمل خدمات صحية، كمان بتاخد مساعدات من الوزارة. هيدي أمثلة موجودة قدامكم، يعني إن كان دار العجزة ولا سان جود ولا كاريتاس الصليب الأحمر، كلهم هودي بتساهم الوزارة بتمويله. طبعا جزء كبير. طبعا دار العجزة بعين وزين اكيد بيستفيد من الوزارة. هلا الوزارة عم بتجرب انه نحنا ما منطلع بس انه المريض شو بيدفع وقت 15%، لانه لمن عملنا دراسات مع دائرة الاحصاء المركزي تبين انه في نسبة كبيرة من الانفاق اللي بتتكبده الاسر بتروح على الصحه. يعني هيدي بالتسعينات صار في دراسه بال99 اللي بتفرجي انه 14% معدل من انفاق الاسر بيروح على الصحه. فعملت خطه وزاره الصحه لحتى تخفف هالانفاق عن طريق تقويه المستشفيات الحكوميه، وعن طريق انه تعمل شبكة للرعاية الصحية الاولية، وعن طريق تنزيل اسعار الادوية. ما بعرف انتو يمكن لاحظتوا انه اخر فترة صار في اسعار الادوية نزلت اسعارها بشكل كتير ملحوظ. هلا نحنا شو عملنا بالنسبة للرعاية الصحية الاولية؟ جينا لهالمؤسسات الموجودة على يعني المؤسسات الأهلية اللي عندها مراكز صحية، حطينا ستاندرز وقلنا كل حدا بيستوفي هالشروط. هودي كانوا يسموه المستوصفات، بس المركز هو أكبر من المستوصف وبيقدم هيدي، يعني على الأقل هيدي الخدمات، يعني التسقيف الصحي، الصحة العامة أو الطب العام، الأطفال، الصحة الإنجابية، يعني الأم والطفل، صحة الأم والطفل، بيقدم الأدوية الأساسية، بيعالج الأمراض المزمنة، وبيقدم صحة الفم، صحة الفم والأسنان، والصحة العقلية هيدي زدناها جديد. صحة يعني هيدي الباكج كل مرة منشوف حسب الاحتياجات منطورها. يعني خدمات الأسنان مثلا ما كانت موجودة بالمراكز، لما نعمل دراسة تبين انه في نسبة تسوس كتير عالية، قلنا لا من نزيدها على خدمات الرعاية الصحية الاولية. فكل مركز عنده امكانية يقدم هالخدمات وعنده في شروط في مواصفات، وبيفوت معنا بهالنتورك بهيدي الشبكة. هلأ نحن حاليا عنا 204 مراكز موجودين بكل لبنان، يعني تقريبا كل لبنان مغطى، بمعدل 30,000 نسمة لكل مركز. معناتها كل مواطن بمنطقته، مش دوري بنفس الضيعة، إذا مش بضيعته بالضيعة اللي حدها، بيقدر يلاقي هالخدمات الأساسية. هيدي اللي من قلت لكم إنه
الوزارة ما بتغطي العلاجات الخارجية بس بتقدم بديل للمواطن، هي اللي بنسميها الرعاية الصحية الأولية. مثل ما شايفين منتشرين بكل المناطق، ومبدئيا كل المؤسسات الأهلية داخلة فيها، يعني كل شيء في طوائف وسياسة وأحزاب ومناطق كلهم داخلين، بس طبعا نحن ما بنشتغل معهم سياسة، كلهم بيلتزموا بخدمة وطنية. نحن هيك من لائح الأطفال بلبنان، لمن صار في النزوح السوري وصار في شلل أطفال بسوريا، قدرنا من خلال هيدي الجمعيات نلقح بظرف أسبوعين 400,000 طفل. رجعنا عملنا 400,000 طفل بعد جمعتين. فنحن عنا جيش من بالقطاع الأهلي اللي نحن بنستعين فيه وبندعمه، يعني نحن بنجيب لهم اللقاحات، نحن بنجيب لهم الأدوية، نحن اللي بندربهم، وهن بيمشوا بسياستنا اللي هي وهيدي اللي خلت هالإنفاق اللي كان يتكبدوا الناس ينزل بشكل ملحوظ. نعم لا مش مجانا، بس بيدفع شيء رمزي، يعني بيدفع 5,000 ليرة أو 10,000 ليرة، بس بياخد المعاينة والدواء والفحوصات إذا في فحوصات، يعني شيء رمزي. هلا هودي مفروض هودي المؤسسات يقدروا يعني يعملوا أسسمنت لكل شخص، والشخص اللي ما معه مصاري ما بياخدوا منه. طيب ما رح فوتكم بكتير تفاصيل. وزارة الصحة كمان مسؤولة عن السلامة العامة، يعني بس تسمعوا بالإيبولا وبالمارس كورونا، يعني هذا بالخليج بالبوليو بالكوليرا بالليشمانيا، يعني كمان ما تنسوا انه هيدا دور، هيدا الدور الاساسي بوزارة الصحة، الحفاظ على السلامة العامة ومحاربة الأوبئة. ونحن صار عندنا تهديد كتير كبير وقت اللي اجوا الاخوان السوريين انه قدرنا نتصدى لهالأوبئة، والحمد لله ما صار عندنا شيء. بعدين نحن بهمنا انه المواطن يوصل للخدمات اللي هي مضمونة الجودة. عندنا برامج اللي اسمها الاكريديتيشن، الاعتماد، عنا منطبقها بالمستشفيات ومنطبقها بمراكز الرعاية الصحية الأولية. يعني بالرعاية الصحية الأولية بنشتغل مع أكريديتيشن كندا، نروح على المراكز نتأكد إنه عم تنعطى بنوعية جيدة، في 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 ستاندرز وفي تقييم. يعني هيدي مراكز صحية بيقدر الواحد يوثق فيها، يعني هي محل ثقة، مش لأنه نحن عاملينها للناس اللي دخلهم محدود معناتها بتعطي خدمات مش مظبوطة. بالعكس هيدي نحن عم نراقبها، الطبيب اللي موجود بعيادته متروك لضميره المهني ولكفاءته، بس هودي منهم متروكين، هودي نحن عم نراقبهم ونشوف كيف بيشتغلوا ومنتأكد انه عم يشتغلوا حسب الاصول. واللقاحات نحن اللي منجيبها، نحن منحافظ على برودتها، وعندنا سلسله تبريد كتير مهمه، وكلهم هيدي المراكز مجهزه ببرادات تشتغل على الأشعة الشمسية وعلى الغاز، حتى بس تنقطع الكهرباء تضل شغالة وتضل اللقاحات محفوظة. فأي حدا بيقدر يروح على هاي المراكز كونوا أكيدين بياخد خدمة بنوعية جيدة. نعم بس هني زيتهم التطعيمات اللي بيصابوا من ذات الصحة للأطباء المراكز الخاصة مثل اللي بيصابوا للمراكز العامة؟ نحن بنشتري من اليونيسف لقاحات مضمونة الجودة ومسؤولين عنها. طبعا القطاع الخاص بيشتري من السوق، نحن بنشتري لا بنشتري من السوق، من التاجر، بيشتري من التاجر، بس نحن كمان مسؤولين عن نوعيتها لهيدي. لا نحن بنسجل هيدي اللقاحات اللي بيستعملها الحكيم بعيادته، اكيد نحن مأكدين من نوعيتها كمان. هلا طبعا هو بيشتريها بكلفة اكبر وبيبيعها بكلفة اكبر. لقاح بوزارة الصحة مجانا، صفر، ممنوع حدا يدفع فرنك. اوكي نعم سوري. بالنسبة للأكريديتيشن مثلا اذا مستشفيتين عندهم زيت الكلاسيفيكيشن، ليش هيدا الشيء ما بيكون مطبق عليهم بالاسعار؟ يعني مثلا رح اعطيك مثل بسيط للاكوموديشن، ليش في مستشفى بده يكون 300 دولار درجة اولى ومستشفى تاني زيت الكلاسيفيكيشن وزيت الكريك بده يكون مثلا 150 دولار؟ ليه ما بيكون في يونيفيكيشن اوف برايسز مثل مستشفيات اوروبا وامريكا وكندا؟ ايه
نحن المستشفى بس يكون متعاقد مع الجهات الضامنة يلتزم بأسعار الجهات الضامنة بالنسبة للناس المضمونين. هلا الإنسان اللي بيفوت على حساب الوزارة نحن عنا تعرفة بالمستشفى، هيدي نفس التعرفة لنفس الناس اللي بنفس التصنيف، المستشفى نفس التصنيف اللي هو تصنيف يبنى على الأكريديتيشن، يبنى على البيشنت ساتسفاكشن. يعني نحن منتلفن للمرضى بنسألهم كيف تعملوا بالمستشفى وبنعطي علامة للمستشفى. هيدي مش من زمان بس إلا شي صار لها شي سنتين، ومنتقيم أداء المستشفى، فمنعمل إنديكيتر ومنحط المستشفيات بثلاث فئات، كل فئة إلى نفس السعر بضمن الفئة. هلا المستشفيات بلبنان والأطباء متروكين عراسهم بالنسبة للبريفي. بس هيدا غلط يعني بيقول عم بقول لك النظام سوري يعني ببلاد برا مثلا بفرنسا بتفوت على عيادة الطبيب اول شيء بتقرا عندك التاريخ، ما له حق مثلا حكيم ياخذ منك كونسلتاسيون اول وحده $200 وحكيم ثاني يمكن كفو اكثر منه ياخذ $100. عم بقول لك هيدا ذس يعني انا بشوفه اللي السيكوريتي سوسيال بفرنسا عندها نفس التعريف لكل الحكمة، بس بالبريفي مش عم بتشارع معكم، مش عم بقولكم معك مش حق، بس عم بشرح لكم شو الوضع. اوكي ال ال القانون بيقول انه كل جهة ضامنة بتحط تسعيرتها والحكيم بيلتزم بتسعيرة كل جهة ضامنة، يعني الحكيم بيلتزم بتسعيرتي للمرضى تبعولي. نقابة الأطباء بتحط مينيموم تعرفي للطبيب ممنوع ينزل تحت منه، بس بيقدر الطبيب هو ومريضه البريفي يعني في نوع من عقد وإن كان غير مكتوب بين الطبيب والمريض، وهيدا بموجب هذا العقد أو هذا الاتفاق بيتم الاتفاق على التعرفة. هلا مبدئيا المؤسسات اللي بتحترم حالها بتحط التعرفة علنا، يعني لا لحتى ما يميزوا بين مريض وآخر. يعني مثلا بتروح على هون الأيوبي بتلاقي بحطن لك التعرفة، هلا كتير عالية أنا بالنسبة لي كتير عالية، بس إنه حطينا يعني مثل ما تقول عالنين عنا، مش إنه بفوت واحد ما عارف شو راح ياخدوا منه. بس سوري مش بس كتير عالي سوري. نعم. لك لأعمل لك هالعملية بدي 200 بدي $2000 بالجيب. ها. غير الفيس تبع اليوبي. هلا خلينا نحنا نستفيد من هالجلسة لألكن شيء. بس حدا يستشفي على حساب الوزارة أو أي جهة ضامنة ما لازم يدفع فروقات، ما لازم يدفع فروقات. يعني نحن بس نعطي خاصة بالعمليات الجراحية نحن منقله بس نعطيه موافقة للمريض، منقله هيدي العملية بتكلف $2,000,000 انت بتدفع 300,000، نكتب له إياها يعني على الموافقة بتطلع. مفروض المريض ما يدفع أكثر من 300,000، وإذا انفرض عليه شيء مفروض يجي لعنا ونحن منحصل له حقه. هلأ المريض أوقات بيكون ضعيف أمام الطبيب، يمكن بيرضخ لابتزاز إلى آخره، وأوقات المريض بيتآمر مع الحكيم والمستشفى ضد الوزارة، بس هيدي عم بقولكم إياها، بس هيدي عم بكون عم بيشتغل ضد مصلحته. فنحن بنعرف انه المريض منه يعني مريض يعني منه بوضع انه يقعد يفرض شروطه، الحكيم اكيد اقوى منه والمستشفى اقوى منه، مفروض الوزارة توقف حد المريض لحتى تقويه. نحن بهمنا انه المريض يكون قوي، بس نحن ما فينا نقويه اذا ما عرفنا بالمشكلة، بس نحن عم نعرف بالمشكلة عم نعالجها. تفضل. اذا كان فيني اسأل سؤال بخصوص المطبخ، يعني المطبخ الاطباء ومطبخ المهندسين لما عم يعمل انشورنس للاشخاص اللي تابعين لعنوان نفس الخدمات يلي عم تتأمن او ضمن شروط الضمان، اوكي التأمين، مع
نقابة المهندسين كتير كتير أقل من نقابة الأطباء. في أو في عندكم معمل بحكي على العمر نفس العمر نفس اسمه هذا ليش لحتى يلي بنقابة الأطباء تقريبا دبل عن نقابة المهندسين؟ دبل شو الاشتراك؟ نعم. المهندسين عندكم كان ابي بيدفعوا قسط من البريميوم كانوا امبلوير. اوكي. ونفس الشركة. فاذا هيدا الجواب. ما يعني بين الفرق بين الزامي وغير الزامي بتفرق كتير. هيدي شرحناها انه بس يكون الزامي عم بيكون عندك ريسك بولينج يعني عم تجمع كل الاخطار, بينما اذا مش الزامي عم بيكون في سيلكشن للناس اللي عندهم كلفة اكتر, مشان هيك بيصير بيدفعوا اكتر. تفضل. فينا نخلي الأسئلة لآخر المحاضرة لأن الأسئلة عم تخرج عن حتى موضوع يمكن أحسن بل آخر المحاضرة خرجوا قد ما بدكم, أنا ما عندي مانع بس خلينا نخلص. فأنا رح أمشي بسرعة, كنت أنا عامل محاضرة منوعة رح خفف من التنويع وفوت دغري بالموضوع. هلأ نحنا هيدي هون بتفرجي إنه الوصول للخدمات الاكسسبيليتي تو هيلث كير ما له علاقه بالدخل, بالعكس يعني الفقير عم بياخد ان كان بالنسبه للعلاجات خارج المستشفى او داخل المستشفى استهلاكه لهالخدمات عم بيكون اكثر من الغني, وهذا شيء طبيعي لانه يمكن بحاجه اكثر. بس هيدي لحتى نفرجي انه بالرغم من كل المشاكل الموجوده والملاحظات اللي عم نسمعها الفقير بهيدا البلد عم بيقدر يوصل لخدمات صحيه اللي هو بيعوزها. واذا بنشوف لتوزيع موازنه وزاره الصحه بالرغم من تدخل السياسي والطائفي والى اخره, الموازنه عم بتكون المناطق الفقيره اذا بناخذ حجم المصاري بير كابيتا يعني بتقسمه على عدد السكان عم بيكون حصتها أكبر, وهيدا شيء طبيعي لأنه هني بحاجة أكتر. يعني بتشوفوا بالجنوب بالشمال بالبقاعة إذا بناخد بالشخص قداش بتدفع الوزارة بالشخص مش بالمريض بنكون أكتر من بيروت وجبل لبنان, وهيدا شيء طبيعي. وهيدي الجراف الأخيرة لحتى تفرجي إنه حصة المستشفيات الحكومية عم بتزيد مع الوقت, يعني صفينا تقريبا تلت المرضى عم بيفوتوا على المستشفى الحكومي, يعني حصة المستشفى الخاص عم تنزل كعدد استشفى نسبيا, عم بحكي حصة المستشفى الحكومي عم بتزيد يعني عم بيكتروا الفقراء. لا عم نعزز المستشفيات الحكومية, هلا ما في شك عم بيكتروا الفقراء. هلا هيدي لحتى نفرجيكم انه في دراسة عملت, لانه بيضل العالم تشكي انه من الاستشفى والعالم ما عم توصل وهيدا فات على المستشفى اجى على المستشفى والمستشفى ما قبله ورفضته. هو مزبوط ومش مزبوط, لا اشرح لكم اياها كيف. اليوم كل يوم عندنا 6-7-8 عندهم مشاكل يفوتوا على المستشفى, وهودي الإعلام وكذا, بس نحن كوزارة الصحة عم نعرف فيهم حتى بالليل عم نرجع نحل المشكلة وعم ندخلهم. وأوقات ما عم بيلاقوا محل بهالمستشفى عم بيروح على مستشفى تاني, وأوقات على مستشفى تالت بتسمعون على الأخبار. هلا اللي بدكم تعرفوا إنه كل يوم بلبنان بفوت 2000 شخص على المستشفى, فهالسبعة 8-10 ما بشكله 1%. فإذا كان عندنا نحن سيستام عم بيلبي 99% من المواطنين هودي عم بفوتوا, انتم ما عم تعرفوا فيهم لانه عم بفوتوا, فمعناتها انه السيستم منه عاطل. بس لحتى ما نحكم على النظام الصحي انه نعطي لكل شغله حجمها. لا لا كل لبنان في منهم شيء 800 بفوتوا على حساب الوزاره كل يوم في شيء 800 بفوتوا على حساب الوزاره يوميا. بس نحنا
نحن المريض هاللي ما بيفوت افترض على الضمان ما فات على المستشفى نحن عم نهتم فيه كوزارة، لأنه الوزارة مش شغلتها بس تغطي الناس، أصلا مش هاي شغلتها بالأساس، بس الوزارة شغلتها أنه المواطن يوصل للخدمة اللي بده إياها. انه عم ندفع انه ما عم تدفع الوزاره مش هيك ما بيقبلوا المرضى. ايه هلا المستشفى ماضي عقد مع الوزاره وبموجب هذا العقد بيستقبل المريض وما ياخذ منه فروقات، فبيجوا بيقولوا انه التعرفه قليله. انا ما يمكن التعرفه محلات تكون قليله، بس انت ماضي عاد انه ما تاخذ فروقات، انت ماضي عاد انه تحترم هالتعرفه. نحن ما بنقبل هالحجه هاي، نحن ما بنقبل وما بنقبل يقول انه الوزاره عم تتاخر. مزبوط عم تتاخر، بس مش معناتها انه المريض بده يطلع براسه. انت ماضي عاد انه بدك تستقبل المريض، فهيدي من القصص يعني قلك انه مش مزبوط. مزبوط الوزاره عم تتاخر، يعني هلا احسن من غيرها. نحن ضمان والتعاونيه هذيك بتاخروا اكثر، بس يعني نحن ببلد منه طبيعي، نحن ببلد عم نعاني من أزمة، يعني في أزمة اقتصادية والدولة عندها أزمة مالية والعالم عم بتقولي كمان عندهم أزمة مالية والمستشفيات عم بيعانوا. فبس بالنتيجة في سيستم بده يمشي، كل واحد بيحترم النظام. نعم. هيدا سؤالك بمحله، ما بعرف بس هيدا بعده. هاي معلوماتك من ايمتى؟ والله بعدها لهلا. ايه يعني هو الضمان مشكلته انه ما عم بيعمل الخدمه للناس وما عم بيشطبهم. انا لانه السيستم صار ممكنن، بس يطلع الشخص مضمون السيستم ما بيطلع له موافقه على الوزاره، بده يروح على الضمان تيشطب، بيروح لحتى يشطب اسمه بيقولوا له انه عليك مصاري تعال تدفعهم قبل ما نشطب لك اسمه. ايه مزبوط، هيدي مشكله. بيطلع بدق على باب الوزير بيمضي له بتقولوا انه في وصايد، شو بدي اعملكم؟ نعم 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 تفضل. مريض بفوت مثلا، انا فت من 3 سنين على احدى المستشفيات، احدى منسف مستشفى مشهوره يعني نعم. ببيروت انا منتسب لتعاون الموظفين الدولي، طلبوا مني مشان بحسب الامراره ديبوزيت حوالي 3000 دولار. طيب انا افترض انه رجعوا لي 3/4 صحيح او نصفه، بس ما عمول شيء. ولكن ليش انا بدي احط ديبوزيت؟ بلكي كنت بهاللحظه اخر يوم بالشهر ب 31 الشهر. بس ما مزبوط معك. انا رحت في 89 على امريكا خلص عيوني عفوا. طيب بجامعه UCLA بكاليفورنيا قالوا لي اعمل عبي ابلكيشن، حبيته. قالوا لي بتدفع كاش، يو باي كاش او انشورنس. قلت له لا انا مني امريكاني انا كاش. قالوا لي اوكي عملوا لي العمليه بتكلف 3500 دولار والطبيب اجرته 1500. بعد شهرين طالبوا لي فيهم برسائل قالوا لي ريكوزيشن، يعني بليز باي ذا شيك. يعني ما اخذوا مني ديبوزيت. معك حق. خلينا نكفي، خلينا بليز هلا بدنا نوقف من بدكم تعطوني 10 دقايق برجع باقي الوقت لكم. هلا بالنسبه لزياده يعني زياده العمر المرتقب وزياده عدد المسنين، هالشيء بيستوجب تغييرات بالنظام الصحي لحتى النظام الصحي يتاقلم مع الاحتياجات المستجده. وهيدي الاحتياجات بتبلش من يعني العناية الخارجية، كان بالرعاية الصحية الأولية لحتى نكون مستعدين نستقبل هالناس المسنين ونعطيهم الخدمة. كان في عندي سلايد هون بتفرجي قديش نسبة 35% من الناس اللي بيجوا عندهم أمراض قلب، وفي عنا مثل ما شايفين تحت 56% عندهم على الأقل
مرضين يعني بين القلب والضغط والسكري وارتفاع الكوليسترول. فإذا هيدي بتحط ضغط على النظام الصحي، ومفروض إنه النظام الصحي يقدر يتكيف معها، مثل ما قلنا كرعاية أولية، كرعاية بالمستشفى يكون في أقسام للطب المسنين، ويكون في كمان نقوي الرعاية المنزلية، ويكون في علاقة بين المركز الصحي والمستشفى لحتى يصير في متابعة على المريض، لأنه يصير عندنا نوع من المرضى اللي راح يجوا عدة مرات على المركز الصحي. طبعا كمان في حاجة لحتى يزيد عدد المراكز اللي بتستقبل المسنين، لأنه صار في تغيير ديموغرافي، مش بس ديموغرافي، صار في تغيير بالكلتشر تبعنا، وصار أقل عدد المسنين اللي بيضلهم بعائلتهم، صار عم بيخف نظرا لصعوبات الحياة، وانه صار الرجال بيشتغل والمرأة بتشتغل، وصار صعب يضل المسن لوحده بالبيت. فعم بيصير في كتير ضغوطات لحتى يصير في تغيير هيكلي بالنظام الصحي. هيدي أمثلة عن الموازنة اللي عم بتروح للأمراض غير التقليدية اللي بتخرج عن الاستشفاء العادي، مثل دور المسنين، مثل أمراض العقلية، مثل أمراض يعني حالات خاصة عم تستوجب موازنة محددة لحتى يعني خارج إطار الاستشفاء العادي. هلأ تنوصل للموضوع هاللي بهمكم أكتر شيء، اللي هو اللي عمرهم فوق 64. نحن كوزارة عدد المستفيدين مثل ما قلنا تقريبا نص المواطنين، عنا 2,121,000 مواطن من كل الأعمار بيستفيدوا من خدمات الوزارة. هودي بيمرض منهم تقريبا 170,000 مريض بالسنة، بيفوتوا 254,000 مرة على المستشفى، يعني نسبة الاستشفى 12%. اللي عمرهم فوق ال 64 من 2,121,000، 128,000 هودي بيفوتوا 30,000 مرة على 30,000 شخص بحوز استشفى، بيفوتوا تقريبا 54,000 مرة على المستشفى، نسبة استشفائهم 43%. فشفتوا الفرق، يعني هالكاتيجوري فوق ال 64 43% نسبة الاستشفاء مقارنة مع المعدل العام اللي هو 12%. اللي عمرهم فوق ال 64 بلبنان كلهم عددهم 416,000، يعني تقريبا 10% من السكان. هودي ضمان تعاونية وهيك؟ ايه هوديك ال 416,000 الإجمالي. هلا نحن كموازنة وزارة الصحة 55% من الموازنة بندفعها للمستشفيات، اللي هن 348 مليار. هاللي عمرهم فوق ال 64 بكلفونا 107 مليار، يعني 17% من الموازنة. المشروع تغطية، يعني المشروع اللي عمله الوزير أبو فعور إنه يتغطوا اللي فوق ال 64 100%، هال 107 مليار هاللي كنا ندفعهم نحن هن بشكله 85%. إذا حسبنا شو ال 15%، لأنه أصلا نحن ال 64 فوق ال 64 كنا نغطيهم بالأصل، بس ما كنا نغطيهم 100%. هال 15% الزايدة هي 17 مليار، يعني كل المشروع بيكلف 17 مليار. إذا حسبنا ال 17 مليار لموازنة وزارة الصحة بيطلعوا 2.7%، لأنه قامت القيامة إنه كيف بتفوتوا بهيك مشروع ومكلف. هيدي الأرقام يعني 2.7% 3% من موازنة الوزارة منا آخر الدنيا، يعني مش مزبوط إنه هيدي الشغلة إنه كل هالقد بتكلف. ما بيطلع 12 مليون دولار. نعم. ما بيطلع 12 مليون دولار. إيه هيدي بس عم نحكي 15% هاللي المشروع 15%، إيه مش كل شيء.
طيب هلا بس هون لحتى لكم انه كنظام صحي قدر يخفض وفيات الاطفال ووفيات الامهات بشكل كتير ملحوظ، ما بعرف اذا بيهمكم هودي الارقام، وانه لما رجعنا عدنا الانفاق تبع الاسر بتتذكروا هونيك قلت لكم 14% كان يدفعوا الاسر للصحه، اذا بتشوفوا هون ال 14% نتيجة الاشياء كلها اللي عملناها صارت 6%. وين الصحة؟ هيدي الصحة هون صارت 6%. بس لحتى فرجيكم انه تطوير الرعاية الصحية الاولية وجزئيا لانه قوينا المستشفيات الحكومية، لانه نزلنا الدواء، خففنا كتير عن الاسر تكاليف على الصحة، وهيدي الارقام هاللي عم بتفرجي هالشي. انا فيني اوقف هون وخلينا هلا ناخذ اسئله. تفضل. يمكن واحد من اهم الطرق الوزاره تخفف عن الناس المصابين فيه بتكلفه الدواء. حضرتك حكيت عن تخفيض سعر الدواء، بس انا بقدر اعطيك مثلا انا جربت مر علي، خاصه لانه الجماعه اللي فوق 64 بيحتاجوا الادويه بشكل منتظم. يعني مثلا بعطيك مثلا اليوم انا باخذ دواء الكويس هون حقه 147,000 اليوم. ببيوغراد نفس العلبة نفس الدواء شيء 70,000. وين؟ بيوغراد بلغراد. بلغراد دواء تاني مثلا جلوكوفاج نفس الدواء مش جينيريك حقه هون 12,000، ببيوغراد حقه حوالي 1500 ليرة. ايه. لا ما في شك انه اوروبا الشرقية وتركيا ارخص من لبنان. ايه مزبوط. بس بالنسبة بس بالنسبة للدول العربية نحن منقارن ومنظبط ومنكون اقل منهم بالنسبة، طبعا اقل من اوروبا بكتير واقل من امريكا، بس صح انه بالدول اوروبا الشرقية ارخص. نعم. عندي سؤالين. اول سؤال، وقت الواحد بيروح تقاعد، انا ما بعرف ايامي يعني كان يدفعوا له الضمان، يعني يعطوه ضمان اذا ظهر ترك شغله، يعطوه ضمان، تعويض ضمان ايه يعطوه تعويض. نعم بسموه تعويض ضمان. طيب ليه هم يعطوه تعويض ضمان وبعدين يبطل مضمون؟ هذه الشغله ما كتير مش عم بفهمها. هيدي تعويض نهايه خدمه مدام اسمها. بس واحد يخدم مصرياتي من الضمان وبعدين بطل مضمون. هو بيعطي تعويض. هيدا نظامه، بيعطي تعويض نهايه الخدمه اللي لها علاقه بعدد السنين اللي خدمه الانسان ومحسوبه على اخر راتب اتقضى، بس ببطل مضمون. هلأ في قانون جديد طلع من مجلس النواب انه يصير في استكمال، بس هيدا بده مراسيم تطبيقية بعد، انه اللي مضمون يضل يكفي مضمون. نعم. You have a very high budget. I'd like to know where does the money come to your budget. The money, the budget of the Ministry of Health, it comes from the treasury, from taxes. يعني التمويل تبع الوزارة بيجي من الخزينة، والخزينة بتتمول عن طريق الضرائب. نعم. اسمعوا شوي بليز. اذا واحد يعني عم يدفع لشركة اشيرانس، بس بما انه في عنده مرأة امراض مثلا سكري او ضغط بيعملوا له ليميتيشن بالاشيرانس، مثلا الكفرج بيكون بس $5,000 على اي كومبليكيشنز ناتجي عن دايابيتس او عن هايبرتنشن او عن شيء. هلا هيدا هالشخص اذا مثلا اضطر يفوت على المستشفى بده يدفع مضمون، مش مضمون بالضمان بشركة اشيرانس، وما قادر يدفع القسم اللي فوق الليميتيشن 5000 او فروق شيء له علاقة الكوفرج تبع اللي فوق الـ 64 بيلحقوا هيدا ولا لا؟ الشخص اللي ما عنده تأمين بحق له بتغطية الوزارة. بالمثل اللي عم تعطيني اياه انه شخص كان عنده تأمين خاص استنفذ
السقف، وبالتالي صار بلا تأمين. بمجرد صار بلا تأمين بيتسكر ملفه على حساب شركة التأمين وبياخد موافقة وزارة الصحة. يعني بيجيب ورقة انه بطل عنده تأمين او بطل يستفيد، يعني استنفذ سقف التأمين، ساعتها بياخد وزارة الصحة. بضلوا أسفلية، بضلوا بالمعنى انشورنس، بس انه المبلغ اللي فوق. لا بس هيدا الليميت للاستشفاء. الليميت لان اذا في المستشفى ايه، بس هو اذا استنفذ السقف كيف بده يضل مغطى؟ بيكون في سقف بالتأمين، لنقول 100,000 دولار، واحد قعد شهر أو شهرين خلصوا 100,000 دولار، معناتها خلص سقفه، ساعتها بيسكروا له ملفه وبيجوا على الوزارة بيقولوا هيدا بطل استنفذ كل سقف التأمين، ساعتها بيصير بيدي يفوت على الوزارة. وما هيدا كموضوع تاني بيصير. أنا كنت بدي أسأل عن هيدي الشغلة، إنه أنت أمان نفس الوقت بيعطوك كمية مصاري ما فيك تصرف أكثر، ساعتها لما يخلصوا المصريات الدولة هي بتتكفلني. وبدي أسأل شغلة تانية، الأباريتوس أنا ما فهمته بعد كيف، أنا بفوت على المستشفى بقول لهم أنا عمري 64 بليز حطني على حساب الوزارة، هيك بتصير القصة؟ لا انت بدك تروحي على المستشفى، على المستشفى تقولي له نعبي لي ورق وزاره، بس ما بده يكون عندك تامين، ما بده يكون عندك ضمان. اوكي ساعتها لا لا بده يسكر التامين ويتكل على الوزاره. مدام لا لك اذا انت بدك تفوتي فيرست كلاس هيدي بترجع لإلك، لأنه بالوزارة ما في فيرست كلاس. أوكي إذا أنت بدك تفوتي بدرجة عادية وحبيتي تسكري التأمين، أنا ما بدي أنصحك، أنت إذا سكرتي التأمين تجي لعندي أهلا وسهلا فيك، بتفوتي على حساب الوزارة. وإذا عمرك فوق 64، ما بعرف بعد كم سنة بصير عمرك فوق 64، ساعتها بصير التغطية 100%. في حدا قبلك؟ سوري يلا خلينا نسمع. بس خلينا نسمع السؤال تنسمع الجواب. عطشان عز انتو حضرتك قبل شوي بالنسبة للحكمة وكيف بهن بيبضى وقت براني، او حدا كان عم يحكي بيتفقوا مع المريض انه رح نعمل لك العملية وناخد براني، اكتر من هيك بيجوا بيقولوا له رح نعمل لك تنقل او نعمل لك مين وحق المين او قطع عن غياب دول الاشياء اللي ما بعد بسألتك او وزارة الصحة لازم كمان بتتأمن كان مش من الاسيرانس او الضمان، يعني لازم يكون في دفع او مساعدة. عم يجي الحكيم بيقول اوقات حتى انه غليو اليورو غليو بدل ما يكونوا 1200 دولار صاروا 1500 وهم برامج، شو رأيك بهذا الموضوع؟ لك تقلك تقلك المشكلة انه المواطن ما عنده ثقة بدولته. شو ما عملتي ما في، لانه كل العالم بتسب للدولة وعلى التلفزيون بيسبوا للدولة والى اخره. بيجي المريض لعنا بيكون الحكيم عم بيعطيه معلومات غلط لحتى ما نقول عم بيكذب وعم بينصب، لانه بضل مهذبين، والمستشفى عم تعطيه معلومات غلط، بنجرب نحن نفهمه بيسمع من حكيمه ما بيسمع من الوزارة. اوقات بيطلب له الحكيم دواء ونحن عنا اللجنة اللي بتشوف الدواء اذا كان بيناسبه. بقلك انا بروفيسورية بيكونوا اساتذتهم لهودي اللي عم يصفوا الدواء، وفي منهم من الجامعة الامريكية، لانه اللجنة اللي بتتشوف هالشي مش موظفين، هاي لجنة خبرة اساتذة جامعات، بيقولوا له هيدا الدواء بيناسبك، بيقول له حكيمه لا، بيوقف مع حكيمه ضد الوزارة. اذا المواطن بيعرف انه هاي الوزارة وزارته وبيتعاون معنا
يعني منقدر نحلحل كتير من هيدي الأمور. بيجي الحكيم بيخترع له أنه في شغلة طلعت جديد هالوزارة ما بتغطيها، ما في شيء. يعني أنا عامل عقد مع الطبيب لغطي هيدا الكود، هيدا الانترفنشن. حيجي يخترع لي أنه كل يوم بيطلع شيء جديد أنه بأنه فالدولي بحجة أنه هيدي القطعة من برا مش أنه مدام هيدي حجة، هيدي حجة، وبالآخر بيقول له بالآخر بيدفع له براني، هيدي حجة. بيراجع الوزارة؟ إيه بيراجع الوزارة، وطبيب الوزارة بالمستشفى أو الوزارة نحن بال. نعم. ابتداء من أي عمر الأولاد بيقدروا يضمنوا أهليهم مش مسنود ما عندهم سنود؟ الناس بيقولوا في اختلاف بالرأي ما بين 60 أو 64. اللي بيضمنوا أهلهم بالضمان ما هيك؟ الصراحة ما عندي معلومات مظبوطة. ما بعرف. بعتقد 64. بعتقد 64. لأنه لحد 64 بيضل هو ضامن حاله. تفضل. منه مضمون؟ لا إذا منه مضمون. سوري. الموظف. بيضمن أهله شو ما كان عمرهم، بيضمن أهله شو ما كان عمرهم. بس طيب حسب قانون الضمان. طيب حسب قانون الضمان على عمر الستين بصراحة ما بعرف. دكتور بدي اسالك، انا هون بدي اسالك، في ليمت لوزارة الصحة للمريض؟ في ليمت معين بالنسبة العمر يعني؟ في ليمت له للفرد؟ لا، الشرط الوحيد انه يكون لبناني وما عنده ضمان تاني. ما في ليمت يعني؟ ليش مرض وبكلف؟ لا 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 ما في لمت. لا بس بده يدفع 15% بالمستشفى الفرد. ايه تفضل. اللي بده ينتمي لوزارة الصحة بس للمستشفى إذا بيشوف حكيم إذا بده يشوف لا قلت لك إذا في ثلاث أنواع بتغطيهم الوزارة، يا أما المستشفى يا أما بيروح على المراكز الصحية اللي المستشفى عم تدعمها على المراكز الصحية، يا أما هاي الأدوية الغالية بيجي بيخدها 100% من الوزارة. بس إذا رحتي على طبيب أو عاي صيدلية لا نحن ما دخلنا. لا لا نحن لا هو ما منغطيه، ما منغطيه هاي المراكز. مدام بتفوتي على الويب سايت تبع الوزارة، على الويب سايت تبع الوزارة بتلاقي كل المراكز موجودين بكل لبنان. تفضل. أنا سؤالي عن مسؤولية وزارة الصحة مراقبة الأسعار. نعم. في أغلبية أدويتنا تجي لبنان مصدرها أوروبا. نعم. وأسعار اليورو بالنسبة للعلوم اللبنانية دهورت خلال سنة الله، بينما الأسعار أغلبيتها بعدها مثل ما هي. السؤال الثاني، الصيدليات أنا شخصيا بأخذ من الصيدلية بيعطوني 10-12% ديسكاونت، هو أكيد بيربح 10%. هي صارت تقريبا 20%. الدرويه بتوزع الادويه كمان بتربح، والمستورد كمان بيربح، يعني صفى عم نحكي تقريبا بين 30-40% هيدا عم تروح ادرى. وين مسؤوليه وزاره الصحه تتخلى الاعباء على المواطن؟ لا، وزاره الصحه بتحدد، القانون بيحدد ده بيربح المستورد اللي هو نفس الوقت بالموزع ما في ربحين، وده بيربح الصيدلي، هيدي محددة بالقانون. ونحن يعني منعيد النظر بنسبة الأرباح، وآخر مرة هيك قدرنا ننزل الأسعار لأن عدنا النظر بنسبة الأرباح خاصة الأدوية الغالية. يعني الصيدلي كان يربح 28% على الدواء حقه $5,000، قلنا له لا تربح ماكسيموم $82 على العلبة، ممنوع ما فيك تربح أنت $1,000 بعلبة الدواء. يعني هيدي واحدة لقلك انه عم نشتغل هيدي عليها. بعدين بس ينزل اليورو وتتغير العملة اوقات الفرنك السويسري،
نزلة أو طلعة بس يفرق 3% بيتزبط السعر. يعني بس ينزل أكثر من 3% من نزل سعر الدواء. يعني هيدي في مراقبة يومية لها. وآخر سنتين ثلاثة نزل سعر الدواء بشكل كتير كبير. ايه. أنا بدي أطلب من وزارة الصحة إذا في مجال تعمل ستاتستيك بالنسبة لجامعة الكبار. إحنا كلنا حداك دايماك وعم بتشوفنا. في منا من عمره 90 سنة بيناتنا. وفي 80 وأنا منهم. برافو. شوف وزارة الصحة خليها تعريف إنه قديش فاتورة الدواء والاستشفاء قدي وفرت عليه. بتمنى لو وزارة الصحة تشجع هيك مشاريع وتعطي مساعدات لجامعات الشكر. شكرا. هلا عرفت ليش الدكتورة عبلة عزمتني. في مطلب. تفضلوا. صار عندي سؤالين. أول سؤال، في صار إصابات كبيرة بمستشفيات مهمة كلها عم بتموت قضايا ما بنعرف فيها. مثلا مستشفى كتير مهم بس ما رح نسمي، من سنتين ثلاثة فاتوا شخصين على إجرينهم طلعوا بتوابير. من فترة بنت روحت إيديا وإجرينها وما بعرف شو، إنه التحقيق متكمل وكذا وكذا وكذا، ما بنعرف شيء، كله عم بينام. This is the first question. The second question، وقائع عم بحكي، مش يعني مش حتى صالونين. مستشفى accredited A. accredited A. وأكيد أنتوا لازم يكون معكم خبر، ومستشفى كتير مهم عملوا ستاتيستيك فيه مش من زمان كتير وبيحكوا فيه كل العالم. من 7 من أصل 10 بيفوتوا عندهم على الأوبريتينج روم، بيطلع 7 منهم infected، عندهم infection. This is one. Second، عندهم 2 departments نل، هن nursing unit والhousekeeping unit، وما حدا عم يحكي بهالمستشفى، والمستشفى ماشي وعم بياخذ سيرتيفيكت. انا مره سمعت ناس واقفين عم بيقولوا عم بيدفعوا مصاري ليحطوا لهم اياهم على الحيطان عندهم. But is this acceptable? What is the role of the Ministry of Health in these both cases? أول شيء بس يصير في حالات خطأ طبي، ما في حالة إلا ما عم تتابع صراحة. يعني بس ما عم نعرف نتيجتها. امبارح أنا كان عندي مقابلة على التلفزيون وسألوني إنه بتكون الشغلة كبيرة بعدين ما بتعود تتابعوها. قلت لها لا، نحن منتبعها بس انتو بتبطلوا تتابعوها. يعني بس تكون سخنة الإعلام بيصير يضوي، بس يصير بدها متابعة وطول نفس وبصير في شيء جدي الإعلام ببطل بينطلع غيره، بيروح مع الأشياء سنسيشنال والأشياء هيدي. بس أنا بقول لك إنه لا عم تتابع. هلا المرجع الأخير، يعني في تدابير. أول شيء مش الوزارة، هي نحن معنيين منحط دغري إيدنا على الملف لنشوف إذا في شيء بيهدد السلامة العامة لحتى دغري نتدخل. يعني مثل من آخر شغلة صارت دغري دخلنا وطلع قرارات الوزير ليمنع الضرر على الناس. بس في مؤسسات بتبقى محترمة وعم بيصير فيها أخطاء، هيدي ما رح تجي تسكرها أنت، هيدي بدك تنطر القضاء ليأخذ مجرى. وبتعرف القضاء إمكانياته نسبة لعدد الدعاوى يعني بياخذ وقت طويل، معك حق، بس بتتابع. يعني ما في شغلة مبدئيا إلا ما بتتابع. الإعلام هو بيهيج الناس، بيحب يهيج الناس. الخبرية المنيحة ما بيحكيها، الخبرية العاطلة بيحكيها، الخبرية الطائفية بيحكيها، الشيء اللي بيولع الناس ما عنده. يعني ما بيشتغلوا شغلتهم بطريقة بروفيشنال لحتى العالم تفهم. وقت بيكون في مشكلة بتجرب تفهمها ما بتفهمها، بيضولك إنه في مشكلة بس ما بيساعدوك تفهم شو اللي وراها. بعتقد هاي مشكلة لها علاقة بالإعلام أكثر من شيء تاني. بالنسبة للإنفكشن كنترول،
نحن بالاكريديتيشن هيدي ملحوظه انه يكون في بروسس للكواليتي كنترول بكل مستشفى وعم نتبعها بهالاساس. هلا الانفكشن وارده بالمستشفى وهي لها علاقه بالستاتستيك، يعني قديش نسبتها. اذا نسبتها مثل ما بتقول 7 على 10 اكيد مش مقبوله، بس اذا 1 على 100 بتكون مقبوله. فمنشان هيك وبعرف عن اي مستشفى عم تحكي، واجينا شكاوى ونحن عم نعمل انفستيجيشن عن هالموضوع. اوكي بالنسبه ل شو نلاحظ انه اعباء الوزاره كبيره، فليش ما بتلجا لمبدا الوقايه خير من العلاج؟ يعني يا ريت في تربيه صحيه، لانه في ظاهره كثير كبيره عم نلاحظها، الارجيله اللي هي امراض السرطان والرواية والقضايا. اول شيء كمان في شغله انا بدي اشكر الاي او بي، لاني انا موجوده بمكان صحي حاليا، ووعدينا انه السنة الجاي 2018 بدون دبر، يعني طلعوا مثلا بقانون منع التدخين قديه طبق. انا كنت موجوده بمدرسه، كنت مقضي وقتي شجار وقتال مع المدير وثلاث نظار اللي هن بيدخنوا، امتى ما بده بيطلع بيطلع السيجاره وبيدخن، وانا هذا الشيء كان عم ياذيني. حتى الطلاب اللي عم بقول لهم ما تدخنوا بفوتوا بنقاصصهم، بفوتوا بدخنوا بالحمام ونحن قدامهم حاملين السيجاره. فهيدا يا ريت بيطبق تربيه صحيه. معك حق، هيدا موضوع كثير مهم، ونحن كوزارة عطينا أهمية. وعلى فكرة نحن اللي كنا وراء قانون منع التدخين، ونحن اللي فشلنا بتطبيقه لحد كبير، طبقناه بالمؤسسات الصحية ولحد كبير المؤسسات التربوية، بس بالمطاعم وبهودة بالمدارس ما بيتطبق. ايه لأنه هلا هيدي خبرية كبيرة ما بعتقد فينا نفوت فيها، بس وجهة نظرك مزبوطة. نعم تفضل. سوري نسمع كتير انه الدجاج الاسماك مثل السالمون في المزارع بيستعملوا هرمونات. ما يعني ما هو مدى تضرر المستهلك من استعمال الهرمونات الكيماويات في المأكولات؟ هيدا موضوع نحن تابعناه لفترة طويلة مع وزارة الزراعة. بتعرف الانتيبيوتيك له حد معين مسموح فيه، ووزارة الزراعة عم بتراقب على الأقل المزارع الكبيرة إنه هني ضمن النورم. هلا طبعا يعني في برودكتس بالسوق اللي هني اورجانيك، في برودكتس اللي هن بيقولوا لك انه هيدا ما فيه انتيبيوتيك ابدا، موجودين هودي بالسوق. بس مبدئيا كل هيدي يعني بترقبها وزاره الزراعه، بتخرج عن نحن نطاقنا. نحن مع الاسف بنتدخل بس يصير في تسمم، بس يصير في تسمم بنرجع بنشوف شو السبب الناتج عن التسمم، بس عاده بيكون بكتيريا اكثر ما بيكون اشياء كيميائيه او ادويه. بس بعتقد انه في كنترول عم بيصير من وزاره الزراعه، وفي سامبلز عم بيتاخذوا بشكل دوري. دكتور وليد، انا بالتحقيق اعطي شهاده مباشره الحقيقه، عندي قريب وعمره اقل من 64 عنده احد الامراض المزمنه. رفقته مره انا على الوزاره، معه رقم الطبيب، راح ما حكي مع ولا شخص، يعني ما اضطر يحكي في كاونتر او الكاونتر ثاني كاونتر، وراح اعطي ورقه انه بترجع بعد ما بعد اسبوع او شيء. رجع بعد اسبوع قال لي اعطوني موافقه، وراح على الكانتينا استلم الدواء. في نطره وكذا، ما رحت معه انا، بس قال لي في شويه نطره لانه في ناس كثير جايين. صار له حوالي سنه ونص بكل كم شهر بيعمل نفس الاوراق وبيروح، ما حكي مع حدا، قال لي ما بعرف اسم حدا ولا حكيت مع حدا بكل هالبعد. شكرا. انا نفس الشيء عند بنتي، عملت الاسكروسس
نعم. بتعمل كل الاوراق بدون اي واسطه بدون اي شيء، بتعمل الاوراق بتاع الكارنتينا، ولا حدا بيحكيني بوقف بالاسم بالنمره. سوري عندي بنتي مع مالتيبل سكلروسيس، بجيب لها الدواء من وزاره الصحه بتعطيني الاذن، بروح على الكارنتينا بجيبه كل شهر مره، ولا يوم عملت واسطه مع حدا ولهلا ابدا ما بضطر. يمكن ربع ساعه ليجي نمرتي. كل ما رحت ابكر بياخذ نمره بيعطوك نمر بالدور، وعادي عادي ولا يوم عملت واسطه بشيء. وهي ما تسكلروز بتعرف كثير صعب انه بدون دواء، واذا بدها تسافر بجيب لها اذن قبل بوقت بورجي التكت بيعطوني اياه بعلبي قبل بوقت. فيعني ما بدها بفتكر اي، انا يعني تجربي معي. فشكرا لوزاره الصحه. شكرا شكرا لك. أنا بس كنت أعطيك ملاحظة لإلكم لكريدت لوزارة الصحة، أنه مع كل مشاكل لبنان نحن منيح، يعني نحن بلس أنه المشاكل اللي عم بتصير والموت الفجائي بالمستشفيات الخاصة، الناس عم تروح بإجرايا لعندهم مثل عند دكتور مهندس صعب، يعني آخر شيء بدون أسامي نو إتس أوكي معروف على التلفزيون، أنه نحن لو صايرة بوزارة الصحة ما كانوا سكتوا معنا، وتشز لإلنا كريدت منيحة ما كانوا مساوئ. يعطيك العافية. شكرا.